سؤال حلقتنا النهارده، توقعاتكم من ايه اثنين للنادي لثلاثة؟ الاهلي النهارده في لقاء مع كامبالا سيتي؟ توقعات حضرتك ايه بقى؟ اعتقد النادي الاهلي هيكسب يعني، لكن عدد الاهداف ده الاهداف زي ما نجوم الكره بتحب تقول رزق يعني، لكن اعتقد ان الاهلي هيعبر المباراه على الاقل بهدفين، يعني هدفين ليسوا بالبعيد عن امكانيات النادي الاهلي والحاله اللي لعبته واصله لها. يعني ناهيكي عن مشهد المباراة الأخيرة فكان فيها بعض العثمة نتاج اللي قلت لحضرتك، ضغوط مباريات متوالية لمن يعني قريب من شاطئ نهر كرة القدم. استاذ عصام، قبل ما تشكريني في سؤال كان نفسي تسأله لي، مين لعيب بيستحق يروح منتخب مصر؟ في النادي الأهلي قصدك ولا عامة؟ أنت قصدك في القائمة الجديدة اللي هيحطها إيجاري؟ يا ريت يا ريت تقول لنا رأي حضرتك. في نجم سوبر لازم يبقى في منتخب مصر اسمه وليد سليمان. الحقيقه طبعا اغفلنا حقه كثيرا، كثير قوي. وليد سليمان يعني لابد ان يكون على راس القائمه وليس تكريما، لكن حق نجم موهوب يعطي درسا في سن هو يفترض فيه ان يكون اقل جهدا ويطفي بس من موهبته. انا اسف اني اطلت يعني، بس ده حق الراجل ده الحقيقه. حقه حقيقي. استاذ عصام شلتوت، رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع والناقد الرياضي الكبير، شرفتنا ونورتنا النهارده في كلام في